أفضل مطرب شاب محمد عباس. ده السلام أمانة واسأله لسه فاكرنا ولا ناسك منه خايف ناس كتيرة غيرنا سلموا اللي علي وقولوا له ليه ما بقاش يزورنا. طبعا مبسوط طبعا النهارده ان انا موجود في الدير جيست بالخصوص، وبشكر طبعا استاذ ماجد حسني، ودي ثالث سنه ليا على التوالي طبعا ان انا اكون موجود، دي حاجه بتبسطني جدا. رب دايما كمان كل السنين الجايه اكون موجود معاكم. ميرسي جدا ليكم، كل سنه وانتم طيبين.